بس في ناس واكبت الحدث اللي انا بقول عليه اللي هو الخلل الفني، راحوا للخلل الفني ده، فعشان كده فضلوا موجودين. انا ما سمحتش بيه لنفسي ان انا اعمله. حتى لو ده كان هيقعدك في البيت مثلا؟ يقعدني، ايه المشكله؟ صوت باحترامي كفايه ان ولادي يحترموني، قعدوا في البيت مش مشكله، عادي جدا. وربنا، وبعدين في النهايه زي ما قال استاذ عصام، الرزق هو واحد، انا هاخد رزقي، فخلي رزقي باحترام. يعني ربنا بيحب العبد عزيز النفس مش الذليل. انا ليه اكسر نفسي؟ ليه اكسر نفسي واكسر ولادي؟ اكسر ولادي، ولادي مش صغيرين علشان يتكسروا قدام حد، انا اسف، يعايروهم بابوهم. لا، انا عايزهم يفتخروا بابوهم، يقولوا بابا راجل كويس، راجل محترم، راجل بيقدم كلمه كويسه. يعني نفهم من كلام حضرتك ان مثلا اتعرض عليك اعمال تجاريه بلغه كتير جدا 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 جدا، دور زي ايه مثلا اترفضت؟ مش هقول التحديد، لكن يعني يمكن في منتج راجل محترم انا بحبه جدا جدا، وهقول اسمه الحاج احمد السكي، راجل انا بحبه واشتغلت معاه فيلم اسمه عش البلبل، قدمت اغنيه اسمها لقمه العيش. يعني الحاج احمد الراجل حرصا عليا، مش قصده حاجه لا سمح الله، كان عايزني ان انا اعمل لون قريب من الوان زمايلي التانيين. قلت له لا، مش هينفع، مش هينفع. انا بطاقتي لما بقف بخش اي مصلحه حكوميه بطلع البطاقه فيها اسامه جابر الشهير بسمسم شهاب، فمش هنفع ابقى غيره، فسمسم شهاب جيناته بتقول 1 2 3، مش هنفع اغيرها، فانا هشتغل على كده، ورزقي برضو على ربنا سبحانه وتعالى. هل القرار ده خسرك كتير؟ لا، انا ما بعتبرش الخساره الماديه خساره، في حاجات اهم من الفلوس، وبرضو الفلوس بتيجي على فكره، بتيجي والله، وبتيجي بعزه نفس. وبعدين كفايه انا يعني والله مش ان انا بواري، لا كفايه قاعد مع حضراتكم، فده شرف ليا برضو ان انا اقعد مع ناس محترمين، ده شرف. انا مين النهارده اللي بيعاني في الوسط، في الجو اللي احنا عايشينه؟ دوري في كل المجالات هتلاقي كل حد متمسك بمبادئه بيعاني، بس معروف انه محترم وعليه السبوت انه محترم والناس عارفه، مهما حاولوا يغطوا عليه ويحطوا عليه تراب الناس عارفه ان هو كويس. يمكن البعض كمان من الناس يعني باعتبار يعني ان شاء الله تبقوا خبره في سنين عمرك اللي جايه، تلاقي النوعيه اللي بتحترم نفسها زي الاستاذ كده ممكن يروح معاكي كافيه، ينزل معاكي منطقه. في بعض بقى التانيين بيشوف بيبقى ليه جماهير قد ايه ساعه لما بيفن، ممكن وقتها ما يرضاش يروح في اماكن الشعب لانه ممكن يسمع له كلمتين وماشي. صح، ايوه يخاف من رد فعل الناس. استاذ يا كابتن مظبوط، ده الفرق، يخاف من رد فعل الناس.